السلطات هداتهم والكاري عوضوه وحنا ما عوضوناش حتى حنا من حقنا حنا نتعوضوا اللي بغاتوا الحكومه راه ديروا عوضوا الملاك. وشنو علاقتك انت ببناء هذا الملعب؟ حنا ما عندناش حنا الارض حنا لا كندوا على الحوان ديالنا. نعم نعم كدوا على الحوان ديالنا يملكوا داك سميتو ما كنهضروش على الملعب. حنا الارض وبغينا نديروا وانا غير الملعب ديالنا صافي اللي بغاو غير الملعب ديالنا اللي يعجبهم يديروا اللي بغاو. حنا ما عارفين حتى حاجه حنا ماشي كنضمن اي حاجه حنا بغينا الشباب يستافدوا ولكن الحكومه تعوضنا حنا ما نبيعوش الناس تعوضوا حنا ما تعوضناش. واحد يعطيك كلمة بحق كلمة بحق طلبوا يدار الملعب هنا وملاعب هنا بالدراري الصغار لأن الدراري الصغار كيضيعوا هنا والشباب كيضيعوا هنا واش نقول لك حنا راه مع الملاعب اللي طالبين الشباب. اذا انت ممارس لرياضه الكره الحديديه؟ اييه كنمارس الكره الحديديه هنا وبين الملاعب ديال الكره الحديديه راه حنا شرفنا ومحالين على التقاعد وهذه وكنلعبوا الكره الحديديه وانا ما كرهناش يكون الملعب ديال الكره الحديديه هنا ويكون الملاعب ديال الدراري يكون فضاء كامل ديال الملاعب هنا. شكرا جزيلا. المشكل هي هاد الناس بغاو يبنوا واحد الملعب للدراري الصغار فين يلعبوا فين يديروا النشاط ديالهم. خلصوا باقي مواليهم يريبوا الطيور حنا يعطونا الباقيين سير عند عامل لا لا سير عند عامل من 2003 وحنايا انا مرا كبيره ودرت شنو تطالبي؟ كنطالب بكويتي هاي هنا. اذا انت ضد التيران بغيتي تقول كيتك؟ يعطوني ركويه الله يعاونهم يجملوا التيران ويقعدوا يعطوني على شغلي. شكرا بسم الله. المشكل هنا ما ضد واحد هاد الناس هاد الشباب هادو ما ضد شي واحد مول الملك. هاد الناس تيطالبوا بواحد الملعب فين يطريدوا الناس. الناس راه تضيع هنا في تراب سينا تضيع اي حي فيه الملاعب القرب الا لهذا الملعب هذا. دابا بالنسبه للشركه جات بغات تصلح الملعب بالنسبه للشركه بغات دير الملعب يخلوا الناس يتيسوا. وشكون منعهم؟ منعهم هاد الناس مالي الديور هاد مالي الملاك خصهم يهضروا مع الناس المسؤوله ما يهضروش مع هاد الناس اللي صغار. اذا انتم اذا هاد الناس ما تيطالبوا حتى شي حاجه يطالبوا واحد الملعب فين يتريدوا الناس. هاد الناس هاد الوليدات الصغار اللي جايين هما راه الناس راه طراب السينما من اقدم الاحياء حتى هو خصو راك خرج الناس اللي صغار خرج اجيال راه كان الملعب هنا في اسم مكان في تراب السيني كان الملعب في تراب السيني كانت تجي من الاحياء كاملين كانت في تراب السيني. هذا هو اللي كل الناس راه اللي تتسال شي حاجه راه كاين الحق. شكرا الله يحفظك. هذا هو اللي